الأخت أم ياسر تسأل تقول أنها متزوجة من 3 سنوات من زوج يعني غير محافظ على الصلاة، تقول لا يترك الصلوات ولكنه يؤخرها يجمعها، تقول ما حكم يعني جلوسي مع مثل هذا الزوج؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإذا كان لم يترك الصلاة بالكلية وإنما يصلي أحيانا أو يؤخر الصلاة عن وقتها فهو على خطر عظيم، ويدخل الساهين الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لكنه يبقى مسلما على القول الراجح وهو قول جماهير أهل العلم، يبقى مسلما لا يخرج عن دائرة الإسلام، لا يخرج عن دائرة الإسلام إلا من تركها بالكلية، كما هو هذا هو اختيار ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. فإذا تركها بالكلية هذا هو الذي يصدق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر، ونقل إجماع الصحابة على ذلك. لكن إذا كان يصلي أحيانا ويترك الصلاة أحيانا فلا زال مسلما لكنه على خطر عظيم، ولذلك ننصح الأخت الكريمة بأن تبذل له النصيحة المستمرة وتصبر على ذلك، تنصحه كل مرة ما أتى وقت الصلاة تطلب منها يصلي وترغبه وتسلك معه أيضا عدة أساليب، أساليب مباشرة وأساليب غير مباشرة، ترسل له مقاطع عن الصلاة، تتحدث معه عن أهمية الصلاة، وإذا ألحت عليه وسألت الله تعالى له الهداية على الله تعالى أن يهديه، لكن ننصحه بأن تبقى معه، لا تطلب الطلاق لأنه لا زال مسلما وإنما هو مقصر، لكن تستمر في نصحه، تستمر في نصحه، وكما لو كانت تريد منه أمر من أمور الدنيا من أمور الخاصة بها تجد أنها تلح عليه وتطلب منه ذلك مرارا، الصلاة أولى بأن تكرر عليه النصيحة وأن تبين له عظيم شأن الصلاة. هو إذا استقر في نفسه عظيم شأن الصلاة واهتم بالصلاة فسيحافظ عليها، لكن سبب هذا التقصير في الصلاة هو ضعف الاهتمام بها، ضعف الاهتمام هو السبب. الإنسان حتى في أموره الدنيوية إذا اهتم بشيء فإنه يحافظ عليه، إذا اهتم بشيء يتهيأ له يستعد له، لكن إذا كان اهتمامه ضعيفا تجد أنه يتأخر عنه وربما أحيانا لا يأتيه. هذا في جميع أمور الإنسان، في إذن المسألة هي مسألة اهتمام، والله تعالى يقول وإنها يعني الصلاة لكبيرة إلا على الخاشعين. فنقول أختي الكريمة احرصي على أن تغرسي في نفس زوجك أهمية الصلاة وعظيم شأن الصلاة، وادعي الله تعالى له بالهداية. أحسن الله.